بقى خلينا نرجع معلش شويه لورا كمان. ايه اللي خلاكي تبتدي الصفحه بتاعتك هيلثي بس نينجا ومعنى الاسم ايه؟ بصي هما حاجتين، اول حاجه بعد اخر عقود الصغنن كده وزني كان 86 كيلو. انت ما شكلكيش مامي اساسا بجد والله خالص. انا عندي ادهم وفريده وفيروز، ادهم 15 سنه يعني ما شاء الله. المهم فبعد ما وصلت ل 86 كيلو قررت ان انا اشقلب الرقم 68، بقى انا بحب نفسي في ال 68. اوكي. قعدت اقرا بقى شويه على الانترنت واشوف ايه اللي ممكن اعمله عشان افقد وزني بسهوله وبصحه، اهم حاجه كان يهمني بصحه مش افقد وزنه وخلاص. اوكي. مع التدريب ومع السيرش بقى ومع بقى اخد كورسز اونلاين لقيت ان الموضوع طب ما هو سهل، احنا ليه بنخس غلط؟ ليه مش بناكل حاجات مثلا تحسسنا بالشبع علشان ما نقعدش ناكل اي حاجه؟ بالظبط كده. أوكي. لقيت الموضوع سهل جدا، قعدت ادرس كل ده سيلف ليرنينج لحد ما اصحابي قالوا لي مي انت كده بتضيعي وقت، انت لازم تبداي تاخدي حاجه معتمده وحاجه طبعا ينفع تشتغلي بيها، لان احنا بنلاقيكي كل ما نخرج مع بعض تقعدي تكلمينا في الحاجات دي وانت بتحبي الحاجات دي فعلا. قعدت ادعبس برده كده، لقيت دبلومه في جامعه القاهره عاملاها دبلومه تغذيه للدكاتره ولغير الدكاتره كمان. رحت قدمت وخدتها، جبت امتياز، لقيتني الموضوع ماشي بقى ماشي 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 الحمد لله. عملت الاكونت ده، حبيت اوصل للناس فكره احنا ممكن ناكل اكل صحي هيلثي عادي، بس نينجا بقى، نينجا بقى ايه جامد جدا يعني. عملت بقى انزل وصفات يعني اوت اوف ذا بوكس بقى شويه، علشان احنا مش لازم يعني فراخ مسلوقه، مش لازم شوربه خضار، الاكل اللي احنا كلنا زهقانين منه وبنكره اساسا ان احنا نعمل دايت بسببه. هو ده فعلا عقده كل واحد عمل دايت، تساليه يقول لك السوتيه والخضار المسلوق واللي مش عارف ايه. بالظبط احنا عايزين نعمل دايت يبقى فيه كده فاهمه شاورما. طب بعمل كده انا عملت ساندويتش برجر. انت بقى انت هتقولي لنا انا عملت ساندويتش برجر هيلثي وكان رائع كل اللي بيدوقوا، وعملت سيزر سلاد كانت حلوه جدا جدا. يعني سيزر سلاد دي بيبقى فيها مايونيز صح؟ لا بس بقى انا خدت معلقه واحده مايونيز هيلثي ودايت. وفي مايونيز هيلثي اصلا؟ طبعا. أوكي. اكيد. واخدت نص كوبايه زبادي لايت وعليه توم وعليه معلقه مستردة، المستردة سعراتها قليله جدا 15 سعر المعلقه الواحده يعني، فطلع نفس التيست بالظبط، بس بقى انت بتاكلي وانت شبعانه ومبسوطه، تحسي كده ان انت قايمه خفيفه مش قايمه بقى اكلتي وقعدتي بقى خلاص. لا طبعا الاكل الهيلثي ده رائع رائع يعني.